كنت تنقلت شخصيا وحاورت احدى الفتيات ضحايا احد العصابات النسائيه اللي حاولت انها تاخذ بعض البنات من تونس وترحلهم لسوريا، تبعثهم للموت بغايه جهاد النكاح. شوفوا الفيتير ومن بعد نرجع. احنا في اطار تصوير حلقه الجهاد في تونس، كانت اتصلت بنا احدى ضحايا العصابات اللي موجوده في تونس، العصابات النسائيه اللي تقوم يعني بتجنيد بناتنا وارسالهم لسوريا لما يسمى بجهاد النكاح. احنا الليله باش نسمعوا احدى ضحايا يعني هذه العمليات. اذا معانا عايشه باش نحاولوا نتعرفوا عليها وعلى قصتها. كنت في الاج دو 20 ans. من كنت من نقرا في فاك، وفاك هذه معناتها في جينا فيها فام، معناتها البخت النقاب وتحكينا على الدين وعلى الاسلام وعلى اللي صار معناتها. بون كي جيت معناتها باش نحكي معها من قتلي، معناتها من قتلي، من باش الفو عليك باش تلبس النقاب، وباش الفو عليك من باش تتبع الدين، والدين هذايا متانا في تخو فوت. وقالت لي من بوركوا با معناتها باش تسافر معنا وباش في سوريا وهكا وهكا. دي عايشة المرأة هذه اللي قلت اتصلت بيكم وتجيكم للفاك، هل أنه هي تقرأ في الفاك ولا من برا من الفاك؟ لا لا، الفام هذه شبونس كو في أج 38 ans، ومعناتها بديت معناتها من الاول باش تحكينا في الدين والحجاب، وبعد لك شي معناتها بديت معناتها من تحكينا معناتها عن الحقاب والأوبليغاسيون تاعو، ويا بريسك معناتها داتنا معناتها بالنقطة الضعف نتاعنا، معناتها من قالتنا في الواش باش تموتوا في البلاد هذه بلاد فساد وهكا وهكا، علاش من ما تموتوش في بلاد معناتها فيها معناتها كل فايتينغ وفيها الجهاد والقرآن وهكا وهكا. من البا هذيك معناتها بديت الفكرة نتاعي اللي جمعتنا الكل هنا، جماعة من كفار وهكا وهكا. يعني المراه هذيا كانها عملت لك غسيل دماغ. انت خذيت القرار ومشيت انضميت للجماعه هذه. باهي، كان تحكي لي كي دخلت في وسطهم شنو وريت؟ بون كي دخلت معهم هي من فام اج دو 41 وتقريب خاسك في 13 بنيه، وكلهم بالنقاب، وفما بنيه من اج دو 10 ans. وبعد لك شي معناتها كي دخلت معهم معناتها كلهم معناتها يتكلموا في الدين و سي اوبليغاسيون، مي كي دخلت معها في تقول لي اللي قرايه الفيزيك و كي سيونس معناتها فيها قرايه صفر، واهم القرايه هي في قرايه في الدين نتاعنا. ومن الفكره هذيك بديت معناتها باش نبطل في قرايتي باش نقعد في الدار. وبعد لك شي معناتها فحرفتني برشا بنات اللي باش يهزوني معاهم في سوريا. يعني البنات هذوما اللي باش تمشي معاهم قداش عمراتهم وشكون يهز فيهم؟ بريسك بنات اج دو كي نقولوا في 18 وفي 20. يعني وهل انه نجحت في تهريب ولا تخريج بنات وبعثينهم؟ والله من فما دو بنات نعرفهم معناتها مشيو معناتها. اي وشنو تحكي لكم شنو باش تمشيو تعملوا بالضبط في سوريا؟ باش نمشيو باش نقتلوا جماعة اللي يقتلوا في الاسلاميين وجماعة الكفار معناتها. اي باش تمشيو تقتلوا، هل انو انتم تعرفوا تحملوا السلاح معناها تعرفوا تقاتلوا؟ هي من قالت لنا من عندكم الثواب كبير انكم باش تموتوا في سبيل الله في بلاد الدين، من مش باش تموتوا في يعني انتم هي بعثتكم للموت مشيو موتوا وكهوا، يعني ليكم باش تحملوا السلاح وتحاربوا لحد شيء. لا لا، ما جبدت لكمش على حاجه اسمها جهاد النكاح هكا، معناها انكم باش تمشيو للرجال اللي جهدوا غادي انهم من بريسك جبدت لي بنيه معها في الجروب، قالت لي من عندك معناتها في كبير معناتها باش كان انت باش تمشي معناتها كزوجه معناتها لل. وكيفاش باش يقع الزواج هذا؟ ما نعرفش كيك. ما سالتش انت معناها؟ ما سالتهاش لا. وفي بالي معناتها من باش نبطل في قرايتي و
وباش نسافر و... هل انه انت الحكايه دي ظهرت لك عادي؟ كيفاش تشجعت انت؟ كيفاش سمعتهم وقعدت قديش قعدت تمشي وتجي عليهم قعدت يا دخلت حكاية معاهم في الجروب؟ مشيت وجيت عليهم في حكاية 3 أيام كيكا، وهي معناتها في تقولي في الدين وفي الإسلام و... ودخلت لي معناتها في مخي على الموت وعلى المرأة هذه يعني كشفت على وجهها، تعرفوا وجهها وإلا لا؟ يعني الحقيقة كلام يصدم على الآخر. اكزاكتومون. من قالت لي معناتها من عندك ثواب انت كي تدز مثلا من بوك ولا امك انك باش تلبس النقاب هكا وهكا، وليت في مخي معناتها كي باش تدز ماما تاع يعني انت لبست النقاب. في قعدت بيه بخاسك هكاك حكايه 6 جور قعدت لبسته 6 ايام. اي كيفاش ظهرت لك الدنيا وقتها؟ نحس في روحي الوحيدة اللي باش ندخل في الجنة والعباد كلهم في النار وكيف عين معناتها فهمت، ونحس معناتها كأني راه في هذاك ليه وليه 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 ولي. ونحس كأني في مخ كأني باش نبطل في قرايتي وباش معناتها باش نسافر. يعني وكنت فرحانة انك باش تمشي تسافر لسوريا؟ اي. وكنت مستعدة للموت معناها؟ اي مي معناتها كي قتلي كأنك باش تموت في البلاد هذيك باش طول باش تمشي للجنة معناتها في مخاخنا معناتها. يعني الجروب قديش قلت لي ضم من بنت؟ كيك حكيت نقولوا 13 بنية ولا 13 بنية أبار اللي سافروا. اي فما معناها انت اللي تعرف سافر وزوز. اي دي. المرأة هذه شكون يعاون فيها؟ هل انه فما عصابات، فما عباد واقفة معاها؟ شكون واقف معاها بالضبط؟ والله في بريسك معناتها في بالي اللي يعاون فيها من هو الماري نتاعها والجروب نتاعو يعني رجلها وصحابه. والناس هذوما شنو عرفت عليهم انت هالأمة؟ عرفت عليهم انهم من متشدين في الدين على الاخر على الاخر هتوب معناتها. وكيفاش يقوموا بالتخريج البنات؟ شنو يعملوا يعني؟ عن طريق البحر، عن طريق البر، عن طريق الجو؟ والله ما سمعتش بخيسك مي من تبدلنا صعب كان سبيش نتاعها نتاع الدين والموت وكل حكاية تذيك من باش تخلي كل العباد الكل معناتها يجيوها معناتها هكا هكا. باهي. لكن انت كي قالوا لك انك انت باش تسافر قالوا لك حضر باسبورك؟ لا ما لا 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 لا, لا 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 يعني ما عندكش فكره منين يخرجوا بالضبط؟ حتى شيء ما من قالوه لي معناتها باش تسافر وباش تكون معناتها من زوجة لهيك الجهادين معناتها. يعني باش تمشي باش تكون زوجة للجهادين. عايشة كيفاش فقت انت؟ كيفاش عرفت اللي هذي عصابة واللي يقولوا فيه معناها كلام غلط؟ بو على خاطرني بديت معناتها باش نبطل في قرايتي بديت وليت معناتها من الفاك الدار معناتها من كلم حد من حتى معناتها في الأغنية ولا حتى معناتها من سكرت معناتها في الشيء بتاعي معناتها سكرت في مخك معناها وليت تفكر إلا في حكاية السفر والجنة اللي تستنى فيك في سوريا. كيفاش خديت قرار انك تتراجع؟ هل انه حكيت لشكون؟ فما شكون نصحك؟ الأكثرية من ساعدتني ما اللي هي معناتها بشكي شلقت بيا معناتها من بشر هكا حسيت باش نتاعي وهكا وهكا وليت بكيت وليت تعيات وبعت لك شي معناتها من عاونتني من مرت ولد عمتي معناتها. شنو قال لك؟ فايقتني بهلكا معناتها من قتل اللي دينا ماهوش هكايا من دينا معناتها من دين الاسلام بين دين الحب ودين الف ما تاكل مش بالحكايه بالصورة اللي حطيتي لك المراه هذه في مخك. قطعت العلاقه بهم انت وقتها؟ شنو عملت بالضبط وقتها؟ اكزاكتومون المراه اللي تجينا في الفاك هدتني معناتها هدتك من قتل معناتها باش كان في صوره ما معناتها باش ما تمشيش معانا ولا باش تنحي النقاب من باش نقتلوك معناتها. وفي البيريود دي كي معناتها وليت الخوف معناتها.
اي قل لي وشنو عملت وقتها، معناها كيفاش تصرفت مع التهديدات هذه؟ وقتها معناتها مثلا بخيسك من قلت لها اللي ان النقاب ما ساعدنيش معناتها في البوم تاعي وفي المخ نتاعي، قالت لي لا ولا ولا ولا. وبعد ابارامون هكاك دو جور من بعد ما هزت معها بنات معايا في الفاك ما عادش تجي الفاك معناتها، يعني نجحت في انها تهز بنات دو الفاك. بنات في الفاك. لكن هي الاجتماعات الاولى كانت تجي للفاك هكا، الفاك كيفاش خليوها تدخل؟ معني ما يشلقوش معناتها، هي تجي تدخل منقبه ما يعرفوش. والله لهنا الحقيقه نقول يعني كان قعد الامن الجامعي يعني الحقيقه خير، اللي كان كي قرينا في الفاك يعني شخصيا كنت ديما نستظهر بطاقه الطالب نتاعي، يظهر لي الامن في الفاك يعني عنده ضروره كبيره ما دام وصلنا لمرحله انه ناس تدخل للجامعات وتهز بناتنا وتعمل بهم اجتماعات وغسيل دماغ، يعني الحقيقه حاجات تخوف قاعده تصير في بلادنا. كيفاش عملت من بعد؟ يعني بعد التهديدات هذيا وهزت هي جوج بنات ما عادت تراجعت. بعتها لي بريسك معناتها من ناحيه معناتها في النقاب نتاعي، ويا بديت معناتها الفكره نتاعي نتاع السفر اتنحات لي معناتها. يعني هي كي مشيت على روحها ما عادوش اتصلوا بيك؟ جمله لا 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 لا. ومن وقتها معناتها من بريسك بدلت الفيسبوك نتاعي والبوس نتاعي معناتها. وخلينا في الفيسبوك، يعني الجماعات هذيا كانت تتصل بيك في الفيسبوك، كيفاش كانوا يحكيوا معاك؟ في الفيسبوك وعاملين من باج كامله في الفيسبوك فيها اتحرض على الجهه هذيا، وفما معناتها اتصلت بشكون في الفيسبوك واعطاني بلوج فيها كيفاش معناتها من باش نفجروا معناتها. كيفاش شنو تفجر؟ معناتها في البلاد معناتها. تفجر في تونس ولا لا 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 في برا في سوريا؟ اي كيفاش باش تفجر وشنو قال لك بالضبط معي؟ معناتها في قلي باش الفو باش تحط حزام الناس اي هنا بخيسكو اي، معناها قال لك باش يبعثوك لسوريا تلبس حزام ناسف حزام هذاك وتفجر روحك.